النجم رامي جمال، بنرحب بيك في اخبار اليوم. اهلا بيك واهلا مشاهدينا اخبار اليوم. بنور الدنيا وبنقول لك مبروك على كل حاجه عملتها السنه دي. الله يبارك في عمرك. انا بشكركم ان انتم موجودين معانا النهارده. انا النهارده بشكر وشوشه وبشكر الناس اللي عملت فوت ليا ان اتكرم على احسن البوم لسنه 2022. شكرا للصناع المزيكا اللي كانوا في الالبوم، شكرا لشركه الانتاج، وبشكرك انتوا كمان على الوقفه اللي انتوا واقفينها في الثلاجه اللي احنا فيها دي. الفنان من غير التكريمات ما بيعرفش هو صح ولا غلط. الفنان دايما اهله بيقولوا انت كويس، صحابه بيقولوا انت كويس، ودي اراء زي ما بيقولوا بتعجب ودانك، لكن لو عجبت عقلك تبقى في خطر، لان هم كده كده هيشوفوك كويس. فالحاجه اللي بتعجبني اكتر ان اراء الجمهور. تكريم من الجمهور قبل نهايه العام، شايفها هديه منهم ليك؟ انا شايف ان دايما اصلا سبب نجاحي بعد ربنا بيبقى جمهور. اي فنان او اي حد في الدنيا سبب نجاحه بعد ربنا الجمهور. فانا بشكر الجمهور اللي من يوم ما بدات لحد النهارده بكبر وبيكبر معايا، لان انا من غيرهم مش هيبقى في شركه انتاج، من غيرهم مش هبقى واقف قدامك. فشكرا على الثقه اللي خدتها قبل كده، وشكرا على الثقه اللي لسه مكمله، ويا رب افضل قدها ان شاء الله. افضل عمل قدمته في 2022؟ لا، افضل عمل قدمته في 2022 انا ما اقدرش اقول، بس بالارقام اللي انا شايفها على اليوتيوب والحاجات دي، اغنيه قمر ومنور اكتر اغنيه ناجحه. لازم كنت بتسعى ان انت تدعم السياحه في شرم الشيخ وكده. احنا فعلا شركه انتاج مشكوره، جبنا المخرج جون بريز، واحد من اهم المخرجين في الدنيا كلها، جبناه وصورنا تعمدنا نصور هنا في مصر في سهل حشيش، علشان منها السفر مش اسهل حاجه في الفتره اللي فاتت. ثانيا احنا قررنا نقول للناس اللي بتقول ان التصوير عندنا مستحيل، لا، بنعرف نصور لما بناخد تصاريح، وبنعرف ندعم بلدنا وبنطلع شكلها حلو. نفسك تلحن لحد في 2023؟ انا نفسي ما يبقاش في حد بيغني ناجح انا ما لحنتلوش اسم معين، ما عنديش هدف. اخيرا، امنيتك في 2023 هي نفس امنيتك، ان شاء الله يا رب اللي احنا بنحبهم يفضلوا كويسين، ان شاء الله نوصل لنجاح، وكل واحد بيتمنى حاجه يوصل لها ان شاء الله. شكرا. انا معترض على كلمه المطرب النقاش. هو مطرب، هو صوته حلو، هو اشتغل قبل كده نقاش، فلزقت الكلمتين في بعض بيوجعوه وداني انا شخصيا، لانه في الاخر صوت حلو، والشغلانه مش عيب. لو اشتغل اي شغلانه في الدنيا في الشغلانه عيب، بس هو ولد صوته حلو يستاهل الدعم. عنده من بيت محترم وطيب، فمع وربنا كتب له القبول، لان لو انا قعدت شهر 20 سنه وانتم مش حابينه ما حدش هيوصل لحاجه. هقول له لا يا احمد، مبروك الترند الاولاني، لكن الدنيا مستنيه منك كتير جدا، وعايزاك ما بتصدقش اللي بيحصل. عايز اخد دقيقه منك.